اعتقلت الشرطة الفرنسية ثلاث نساء جنوب باريس في إطار التحقيق بقضية سيارة لأسطوانات الغاز عثر عليها قبل أيام وسط العاصمة الفرنسية، ويشتبه بأنها كانت تهدف لتنفيذ هجوم. رأينا أول امرأة تجري، حاولت ضرب الشرطي بالسكين، الشرطي ابتعد ووجه عدة طلقات نحوها، قال شاهد عيان. بعد ذلك تم توقيف أول امرأة ومن ثم الثانية فالثالثة. المشتبه بها الرئيسية أصيبت بطلقات رصاص في الساق بعد محاولتها طعن الشرطي، وأشارت مصادر متقاطعة لوجود دلائل على مبايعتها تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية. عن الموقوفات قال وزير الداخلية الفرنسي: هؤلاء النسوة وأعمارهن 39 سنة و 23 سنة و 19 سنة تطرفوا وتعصبوا وكن يحضرن عملا عنيفا جديدا ووشيكا. الموقوفة الأساسية البالغة من العمر 19 عاما ابنة صاحب السيارة التي عثر عليها مركونة قرب كنيسة نوتردام وفيها اسطوانات للغاز غير مجهزة بساعق نهاية الأسبوع الماضي. المحققون مقتنعون بأن السيارة كانت تهدف لتنفيذ هجوم ولم يتم استكماله لسبب لم يعرف بعد.